هاي جايز، نتمنىكم تكونوا كاملين كاملين بخير. شو اليوم رجعت لكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كيف ما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، غادي نمشيو نتلاقاو بواحد الناس مهمين بزاف عندي. غادي نمشيو نجيبوهم، ولكن انا غادي نسافر ليهم لبلاصه اخرى، البلاصه العاصمه، وغادي ندور معاهم شي شويه تماك عاد باش غادي نجيبوهم من مدينتي باش يبقاو معايا شويه في مدينتي. اوكي، ولكن قبل ما نمشيو للفيديو ديالنا بغيت غير نسولكم واتس جوين اون في الفيديو اللي فات. زعما فريمون حيرتوني. راه تقريبا شي 70 ولا 80% ديال الناس اللي كريزي، اللي قالين كريزي في لي كومونتير عندي في الفيديو اللي فات. حسستوني بحال درت شي جريمه قتل ولا ما نعرف شنو درتي. الناس كيقولوا لي طيحتي بصوره المغرب هكا واتس جوين اون لايك فور ريل. راه حمقتوني. راه ماشي زعما 50% ولا لا، بزاف الناس، قليل كنشوف، قليل الناس اللي فهمت راه هذاك اتس ا برانك. راه فريمون قليل الناس اللي فهمت راه اتس ا برانك. وراه كتبت لكم في العنوان ديال الفيديو مقلب في اصحابي الاجانب، كتبت لكم في العنوان قد قداش مقلب. واش نديرو مقلب؟ راه كيخصنا نختارعو القصص ونمثلو مزيان باش هكا يصدق لنا المقلب، ماشي غير نقولو لاصحابنا الحقيقه باش هكا يصدق لنا المقلب. ما يمكنش، راه خاصك تختار قصه باش هكا يصدق لك المقلب. وانتوما جيتو ما فهمتش واش تفرجتو غير في البارتي الاولى من الفيديو ولا ما فهمتش، ولكن راه باش تكونوا كاملين هكاك راه غاف فريمون حمقتوني. علاش قال لك كتشوهي بالمغرب، كديري فاش شوهت المغرب؟ واش درت برانك لصحابي بان سلو فيه الحشيش؟ قال لك سلو فيه الحشيش. وا برانك يا عبد الله، برانك ما تحمقونيش، برانك جست ا برانك. راه داكشي كامل اللي قلت ما كاينش، يعني في المقلب ديالي اللي كان فات داكشي كامل غير باش يصدق لي المقلب. ما كاينش كيسحب لي المقلب، خاصني نجي نشرح من بعد ونقول لكم راه اتس ا برانك. راه كتبتها في العنوان ديال الفيديو مقلب قد السخط. كتفقصوا فريمون، كتفقصوا حاجه اخرى. قالوا لي ويلي حنا عندنا الحشيش، حنا عندنا احنا ما عندناش عادي في المغرب. اوكي، حنا داكشي ما عندناش عادي في المغرب. وراني قلتها فواحد اللحظه، شي نقدر نكون نسيت باش ما نقولش باللي راه ما عندناش داكشي عادي في المغرب، هو ما عاديش، ونسيت باش نقولها لصحابي. ولكن راه قلت واحد الحاجه كتشبه ليها، قلت اويلي، ما عرفتش لما قلتها، المهم قلتها لواحد من صحابي، قلت ليه اويلي على انا غندير بحال هذا العجب ولا بحال هذا الشيء. المهم قلت شي حاجه هكا في الفيديو، اللي ما كملش فيديو كامل سير كمل الفيديو كامل عاد باش يجي تحس معايا في لي كومونتير. قال لك لا ويلي حنا ما عندناش حشيش في المغرب. شنو المغرب عايشين؟ حنا عندنا نوعيه جيده من الحشيش في المغرب، مالكم اش من مغرب عايشين فيه؟ واش بلادكم وما عارفينش باللي راه عندنا واحد النوعيه ديال الحشيش اللي مزيانه، واللي العالم كيتخاطف على النوعيه ديال الحشيش ديالنا؟ واش كيسحب لكم الحشيش الدار غير باش بنادم يتشمكر به داكشي الاخر؟ راه الحشيش راه داروا به الناس الادويه وصنعوا به العجب. سو ما تبقاوش عندكم ديك الفكره الغالطه ديال ناري قالت الحشيش عندنا بزاف في المغرب. سيادة الحقيقه ديال بلادنا، عندنا بزاف الحشيش، وهاد الحاجه ما خصناش نحشمو منها. لا انا لا نتوما حتى شي واحد ما خصو يحشم من هاد القضيه، راه شي حاجه اللي مزيانه لبلادنا ومزيانه الاقتصاد ديال بلادنا، لان الحشيش حنايا كنصايبوه وكنصدروه للعالم باش يصايبوا به الادويه، وحتى حنا كنصايبوا به بزاف الحاجات في المغرب. سي ما كنتشمكروش به، ما كنتخدروش به باش نوليو كريزي كندورو في الشوارع وهكا، ولكن راه مفيد لشحال من حاجه وحاجه. ما تحمقونيش اويلي. وهذاك راه جاست ا برانك، راه ما قلتش لهم سلو شباكي راه فيهم داكشي، راه جاست ا برانك. ما تحمقونيش يلا سكيب. انا ما كنتش غندير الفيديو، ما عنديش اصلا نديرو، ولكن بين دوك الناس اللي جاو اللي بين الناس ماشي ديالي، يعني قليل الناس اللي ديالي اللي فهموا الفيديو غلط، يعني شي الاخر باينين جدادين. داكشي علاش وقيلا هضروا فيا بحال هكاك whatever. شفت بزاف الناس اللي فهموا الفيديو واللي جاوبوا ناس اخرين كيقولوا راه جاست برانك وهكا وهكا. شكرا لكم، لحقاش حاولتوا ديروا ايديكم باش تفيقوا دوك الناس اللي كيسحب ليهم رانا دايره داك الفيديو ماشي برانك، ورانا كتبها مش بدقد قداش مقلب في اصحابي الاجانب. المهم طولت عليكم، انا نخليكم تفرجوا. المهم انايا غير كنبارطاجي معكم داري، جبت ليها ثلاثه ديال المراوات باش يجمعوها ليا وباش ولي كتشعل
بالنقاوه. وهنا فاش تجمعات الدار ولات نقيه كتشعل، شوفوا السيسي جاي اشنو دار ليها، كان كيقلب على شي حاجه في الدار اقرب لكل شيء. شوفوا 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 على حاله، شوفوا على حاله، حوايجو كاملين خرجوا من البلاكار، الحوايجي كل شيء مشقلب. شوفوا الطبله كيفاش دايره، شوفوا راه فريمون ما يمكنش دابا، راه فريمون ما يمكنش، كيحاول يضرق ليا باش هكا ما تشوفوش، ولكن راه كلشي باين. عاتي فريمون تعصبت عليه، تعصبت عليه ديال بصح، لقاش الدار كانت نقيه وهير يغو الماكله فوق الطبله، كلشي مقلوب كلشي مشقلب. فوالا يلا شكون اللي عنده بحال هذا؟ شوفوا 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 الروينه، جاب الله الارض بقى بقى صافا. شوفوا It's time. مهم يوما انا غاديه. فين غاديه؟ غاديه العاصمه ديال الصين، باش هكا نتلاقى بدوك الناس اللي قلت لكم غاديه باش نشوفهم. دوك الناس جايين عندي من المغرب. سو انا دابا في لافوبور. يلا I can't wait. عرفتي دابا بقات بالضبط شحال باقيه ليا من ساعه، ما درتش المونتر ديالي سو ما عرفتش شحال باقيه ليا من ساعه. المهم باقي ليا 6 سوايع باش نشوفهم، 6 سوايع وهكا غادي نقدر نتلاقى بهم. شنو لقيت في الايغوبور؟ هاد الكاس كيشربوا فيه الماء. جايز دابا بقات لينا نص ساعه، انا ديجا وصلت العاصمه ديال الشينوا، بقات لينا نص ساعه باش يوصلوا هما، لا ماشي نص ساعه، نص ساعه غادي يوصلوا فيها، ونص ساعه باش ياخذوا فيها الباجاج ديالهم وباش ياخذوا فيها المهم باش يلقاو الاكزيت وداك الشيء. جايز الطياره ديالهم يلاه كي نزلات، وانا ما جيت فين ناخذ الباجاج ديالي، وجيت عندهم الباب ديالهم منين يخرجوا منه. دابا ما بقى لهم والو، يخرجوا دابا، غير يخرجوا دابا لا خصهم نص ساعة، بقى ليهم نص ساعة ويخرج تقريبا، ولا شي 15 دقيقة ولا شي حاجة بحال هكا، ما نعرف. المهم قربوا يخرجوا، ما بقى ليهم والو. صافي تسنيتكم بزاف الوقت، خرجوا. عرفتي بحال شي بنت غتلاقى مع صاحبها لأول مرة، قلبي كيضرب ما يمكنش. Look how excited she is. She can't wait to see her family. She's so excited, right? Are you excited? Super? Say something in front of the camera. I can't express my emotions right now. I know you will cry when you see your dad. No, I won't cry. I won't cry. Okay, let's see. Guys, شحال شهيت هاد الخدمة؟ شو طوموبيلتهم شحال زوينه، ناري بغيت نخدم في هذه الخدمه، كيبانوا مرتاحين. هادو قاعدين كيدوروا، هذيك ماشي ما عرفتش، وقيلا غير موصل لهم شي بلاصه. جايز عرفتي شنو الانتظار؟ هو حاجه من اصعب الاشياء اللي تقدروا تحسوا بها في الدنيا. خدي الطياره باش نجيب معاهم في الوقت قد خدي الطياره غتوصل مع الجوج، وهما غيوصلوا مع الجوج ونص، ولكن دابا خصني ننتظر شي تقريبا شي 45 دقيقة وانا كنتظر، مابقاش قد ما فاتو، بقا لقات شي 15 دقيقة ولا بقات شي 20 دقيقة، مازال قدام. سو مابقا ليهم والو يخرجوا، انا كل مرة غنجي نطلع عليكم ونقول لكم مابقا ليهم والو يخرجوا. شوفوا عرفتوا انا فين؟ شوفوا انا هنايا، راه هو الارض راهي فين بقات، شوف شحال من طابق، شوف الارض فين بقات، الارض هاهي فين طابق، واحد جوج ثلاثة أربعة، انا في الطابق الرابع تحت سميتو. شحال يخصكم مازالو تخرجوا؟ شحال صاحبي. عرفتي انا فريمون ما نقدرش نجلس، شوف شي جاي وماما جالسين هنايا، انا ما نقدرش نجلس من الصباح وانا كنتمشى وكنمشي وكنرجع. جايز في هاد الشينوا هذا الا مشيتي تقتل شي واحد في النهار، شي نهار قتلت شي واحد ما تلومونيش، فريمون ما تلومونيش. تصوروا معايا الباس بي، عيطوا لينا قالوا لينا واش جايين عندكم شي ناس، وهكا بقاو كيسولوا. عرفتي كيديروا واحد لونكيت اللي بزاف، ناري من الصباح حنا كنتسناو فيهم، مازالين كاينين لداخل من الصباح حنايا كنتسناو، خداو شي ساعه ونص تقريبا. شعري اليوم وفقصني ما بغاش يتقاد. رجعت لكم، ما
فهمت انا علاش كيتبعوني غير الكواليد، انا فريمون ما فهمتش، بغيت نفهم ولكن ما فهمتش، ما عرفتش مالي كندير وجهي كبير في الكاميرا، وجهي صغير وراني وجهي ماشي كبير، علاش نقاد وجهي؟ شو من بان لكم بهذه الحاله؟ خاصني نرجع اللور. المهم واش شنو طرا؟ ايوا كنتسناو في لا فامي خرجوا، كنتسناو فيهم متحمسه، وكنمشي وكنجي، وعرفتو ما جلست ساعتين وانا كنمشي وكنجي، هنا غيخرجوا، راهو خارج شي واحد، ها بابا راهو خارج شي حد، لا هادي راهو خارج شي حد، عرفتو واحد الحاله طرات لي والناس كامله كتفرج فيا لحقاش رجليا صافي كلاوني، ما قدرتش نجلس بغيمو، ما قدرتش نجلس، وبقيت كنمشي وكنجي وكندور هنا وكنمشي كنمشي هي وكنرجع شويه، كنتسنى شي واحد فيهم يعيط لي ويقول لي احنا فينا، كنتسنى وكنعيط ليهم، من بعد ساعتين كيعيطوا لي كيقولوا لي شوفي فينك ها حنا هنا، كيوريني واحد البلاصه فيها تيرمينال 4، انا في هاد لايغوبور ما كاينش تيرمينال 4، كاين غير واحد، كاين غير تيرمينال واحد اللي كاين، ندير واحد المسؤوله كنقول لها عافاك البلاصه فين كاينه، كتشوف ليا فاش كتعيط تشيكات الفلايت ورونا التيكي ديالهم وداكشي الاخر، يقولوا لي هادو راه في غانجو، ايماجين كنتسنى فيهم ساعتين وفي الاخر كنكتشفوا بلي راه هما في غانجو ماشي كاع في العاصمه، هاد غانجو اللي كنقول لكم عليها بعيده على العاصمه بساعتين وشي حاجه ديال الطيار، بعيده ساعتين وشي حاجه ديال الطيار، شوي كنقولوا اويلي كيفاش هادشي راه ما يمكنش، كيفاش ما كيفاش، فاش جينا نقلبوا شي شويه لقينا مشات عليهم الطياره، دابا هما عليهم الطيارات اجوا من المغرب للضحى ومن الضحى للشينا العاصمه ديال الشينا، من الضحى من المغرب للضحى وصلوا مزيان، ومن الضحى مشات عليهم الطياره تعطلوا عليها، فاش مشات لحقاش كان البروبليم ديالهم ايرلاين اللي مشاو معاها، سو شنو طرا قادو ليهم فلايت وحده اخرى، هاد الفلايت فيه جوج طيارات اخرين، يعني ولاو ثلاثه طيارات، يعني من غير من الضحى خصهم ياخذوا طياره من الضحى لغانجو، وعندهم طياره اخرى من غانجو للعاصمه لهنايا للبيكا، عاد فهمنا واحد السيد اللي معاهم قال لي شنو كاين وشنو كاين، ولكن هما علاش ما فهموش، لان في الضحى ما عطاوهمش البيه، ما قالوش ليهم راه عندكم جوج الطيارات، ما ردوش البال هما راه غاديين خاصهم ديال جوج ديال الصغورات، بابا ما ردوش البال حتى واحد البال راه غاديين لغانجو، صافي هما عند بالهم راه جايين مشان البيكا، ما ردوش البال مره، داروا بحالي حتى انا فاش كناخذ التيكي كنمشي مشان شي بحري، صافي ويلي هادو اش كيديروا كيلو في الماعن هما ماشي كيغسلوا فيهم، شنو هادو صدعوني فريمون داروا بحالي، انا فاش كناخذ البيا ما كنقلبش انا فين غاديه ولا فين جايه، صافي انا عارفه راسي فين غاديه، عارفه البلون ديالي، عارفه الطيارات اللي عندي، صافي كناخذ الطياره وكنمشي بحال هادي، ما كنقلبش بلي راه التيكي ديالي شنو فيها، سكو ماشي لغانجو والواعره، انا علاش انا في العاصمه، انا ما عايشاش في العاصمه بيدي، انا جايه من مدينتي للعاصمه علاش؟ باش نتلاقى معاهم في نفس اللحظه، ديالي نازله مع الجوج، الطياره ديالهم نازله مع الجوج ونص، يعني كنا غنتلاقاو بحال هكا، حنا قبل الجوج، المهم كنا غنتلاقاو فهاد الوقيته هادي، بحال هاد اللحظات راه واو، كنتسناو فيهم في الاخر كنجيو كنشوفو كنلقاو في غانجو، عرفتي غانجو راه بحال بلاد اخرى، ايوا دابا شحال دابا الساعه، دابا تقريبا وصلت العشرة، هما غاديين يخرجوا مع ديك العشرة في 15 دقيقة، سو باش ياخدو الباكاج ديالهم وداكشي كامل، شي 10-40 دقيقة، نخليكم معايا نشوفو شنو غيطرا عاوتاني، ما نعرف عاوتاني نعيط لهم نقولو ليا راه شينجيان. شي نجاع بعيدة على هنايا بشي 5 ساعات، ولا يمشي يقولوا لي انا راه خدينا طيارة اخرى مشينا لكندا، غادي نشوفكم من هنا ثلاثة جوج لا بلاتي هاد السبع خايب، خصني نضرق هنا ونقول لكم واحد جوج ثلاثة، انا اليوم نهار كامل وانايا في لايغوبوغ نهار كامل، ولكن ماشي مشكلة نبقى قد ما فات، غادي نوصلوا من دابا لشي 15 دقيقه الماكسيموم، صافي هذا هو اخر فيديو غندير ليه قبل ما نتلاقى معاهم، غادي ندير لكم هذا اخر فيديو قبل ما نتلاقى معاهم، صافي يلا نبقى كل مره نجي نتلاقى معكم، باقي لهم 10 دقائق، باقي لهم 9 دقائق، باقي لا صافي ما نطولش عليكم كثر، عرفتكم تشوقتوا كثر مني، ويلي راه من الصباح وانا كنتسنى، من الصباح
واخذ طيارة من مدينتي غير باش نجي نتلاقى معاهم في نفس الوقت. كان فيا ما نجيبهم من مدينتي نيشان، ولكن قلت ما حدهم غادي يهبطوا في بيكا، ولقيت داك الفول ديال غيهبطوا في بيكا، قلت نجي عندهم في بيكا نخليهم يدوروا في بيكا غير باش حقاش بيكا فيه بزاف ديال البلايص الاثريه، يعني اكثر من تشاندو. تشاندو مدينه جديده، يعني مدينتي مدينه جديده اللي ما فيهاش بزاف البلايص المعروفه والاثريه، فيها غير البلايص لي مودرن بزاف. شنو والله الا فريمون كنحاول ندوز في الوقت هنايا. علاش؟ لحقاش هذيك الوقيته ديال كتسنى في الناس كيخرجوا بزاف، وقيته خايبه، وقيته زوينه، كتبقى متحمس، ولكن انا اليوم عصبتني. وايماجي ساعتين انت كيخرج واحد كتقول راهوما، كيخرج واحد اخر راهوما، واحد اخر كيخرج راهوما، في الاخر ما كيصدقش. ساعتين وانا كنتسناك الناس كلها خرجات، الناس اللي جاوا من بعدهم الفلايت اللي من بعد كلشي خرج وسالا. لالا ماريا مازال كتنقصها ما غيخرجوا، مازال عندها امل. المهم يلا خلينا نشوف، خلينا نمشيو نتلقاو اليوم. دابا انت غتطلعوا اليوم خير، باقي 15 دقيقه، 15 دقيقه اللي باقا. المهم دابا غادي يبانوا لينا من هنايا البيه ديالو، لي باجاج ديالهم غياخذوه في هاد السنطه هادي، غادي ياخذوا الباجاج ديالهم 25. سوا فاش غادي يبانوا هنايا خصهم يبانوا ليا. يلا ليتس جو، خليكم معايا جايز. اللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره، وقلبي كيدير دوم 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 دوم. قال لي راجل طويل جاي، ولكن راه ماشي بابا. Maybe not. نهار كامل وانا هنا شعري كامل زيت. شوف مين حاضر الناس، خصني نوريكم. هاهوما فين هما؟ هاهوما هاهوما جايين، هاهوما جايين، هاهوما جايين. Babe, babe, what are you waiting for? Miss you, miss you, miss you. C'est là la bas. Do I miss me? I miss you too. You miss me? Babe, they must be tired, right? لحظات 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 لحظات. I can't come here. I miss you, Mama. So. You miss me? وصلوا جاكيت يومين وانا نتسنى في باباكم، ها يومين يومين وانا نتسنى فيك يا الخنزه، ها يو عاد واصلين ليا غادي الغنزو. انا براسي عمرني ما مشيت لهاد المدينه، انا عمرني ما مشيت لهاد المدينه. ماشي نعطيوهم ليهم، لا بابا مسكين عيان.
ساكن وانا نتسنى يومين. ها فين فين لقيتو بابا فين؟ سينما حبس حبس سينما لابس لابس بابا مصطفى مصطفى بابا جاب مصطفى مصطفى حامي سينما خالي بابا جاب داك يعلم فيهم الدارجة كاملين بابا كتار مصطفى خالي صافي كلشي بابا ما غيمشي حتى يهضرهم كاملين انا دابس معاهم اعوام باش يهضروا بالدارجه دابا بابا جا غيهضرهم كاملين الدارجه في شهر واحد ما كاينش عا شنو قال لك دابا قال لك شي طوموبيلات شي ما بانش لك البليت هذوك بانت لك واحده خضراء واحده زرقاء عرفتي شنو هي معنيتها معنيتها الزرقاء ديال الغاز والاخرى الخضراء ديال الضوء الخضراء هي ديال الضوء